أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لو أعطيت أحدا شيئا فأبى إلا أن يأخذه بيساره، السؤال: هل أعطيه إياه بيد اليسرى؟ إذا كان فيه آفة ولا يأخذ إلا باليسار لا حرج، أما الإنسان السليم فإنك تنهاه عن هذا، تقول هذا تشبه، هذا تشبه بالكفار وبالشيطان، تنهاه عن ذلك. ولو لم تعطه يكون أحسن ردعا له، إذا لم تعطه يكون هذا ردعا له. نعم.